يعني على التوالي، والذي جاء هذه المرة على حساب مضيفه النصر بهدفين دون رد. فعلى استاد نادي دبي بالعوير كان فريق الشباب الطرف الأفضل، خاصة في شوط المباراة الأول، منهيا إياه بهدفين. الهدف الأول حمل إمضاء تشيلي فيلانويفا مطلع الدقيقة 17، فيما أحرز البرازيلي سيزار الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط. وفي الشوط الثاني لم يطرأ أي تغيير على النتيجة، رغم الفرص العديدة التي سنحت الفريقين لتنتهي المباراة بفوز الشباب بهدفين أوصله للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الثانية، فيما بقي النصر عند رصيده السابق بنقطة واحدة.